ومن بيروت ينضم إلينا الصحفي الإيراني محمد غروي. سيد محمد، بعد الترحيب بك، ما زلنا نتحدث إذن عن أزمة الحليف الأوروبي، وها هو يطرح خيارات من قبيل تعديل الاتفاق النووي. هل نحن في وارد أن يتم تعديل الاتفاق النووي، وكيف سيكون رد طهران على ذلك؟ بسم الله، تحية لك وللمشاهدين. بطبيعة الحال المسؤولين الإيرانيين صرحوا هذا مرارا وتكرارا وقالوا أننا لن ندخل في أي تفاوض جديد وأي تعديل جديد، وخاصة فيما يخص الموضوع الصاروخي البالستي، وخاصة أن نعلم أن طوال فترة المفاوضات التي سبقت الاتفاق النووي كان الأوروبيين والأمريكيين يسعون لإدخال بند الصواريخ البالستية ذات الرؤوس النووية إلى المفاوضات، لكن الإيرانيين رفضوا هذا جملة وتفصيلا. لكن بالنهاية أدخل بند الصواريخ التي تحمل الرؤوس النووية، وإيران وافقت على ذلك، ودخل هذا البند على الاتفاق النووي، لأن إيران تعرف في مكنون ذاتها أنها لا تمتلك أي صواريخ ذات رؤوس نووية، وهي لا تسعى لذلك. لكن اليوم نرى أن الضغوط الدولية على إيران تزداد، وهناك ربما يعني سيناريو يلعب على إيران، بحيث أن العقوبات تعود رويدا رويدا على الشعب الإيراني من طرف، ومن طرف آخر يسعى الطرف الأوروبي للضغط على إيران لتعديل الاتفاق أو للدخول في مفاوضات جديدة في هذه المفاوضات. يعني أنا بتصوري الإيرانيين دخلوا أستاذ محمد، لكن السؤال هنا وفي ضوء كلامك، كيف إذن سنضمن بقاء هذا الاتفاق مع التلويح الأمريكي بالعقوبات للحلفاء الأوروبيين؟ يعني كيف ستضمن أوروبا لهذا الاتفاق أن يبقى وهي مهددة أصلا بالعقوبات الأمريكية؟ أنا باعتقادي وبتصوري أن هذا الاتفاق سينهار، لأن الإيرانيين دخلوا في هذا الاتفاق لعدة أمور. الأول كي يعترف العالم كله بإيران كدولة نووية، وهذا حصل واعترف العالم بأن إيران دخلت النادي النووي. الثاني أن يعرف العالم وأن تبرز العالم للجميع أنها لا تريد أن تصنع سلاحا نوويا، وهذا أيضا حصل، وهذا باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن هناك نقطتين جدا مهمة التي لم تحصل إيران عليها. الأول الموضوع الاقتصادي، حيث إيران سعت لإبرام اتفاقيات سواء مع أمريكا نفسها أو مع الجانب الأوروبي سواء الفرنسي أو الإيطالي أو الألماني بهذا الإطار. يعني هذه البنود بحد ذاتها إيران كانت تسعى إليها، لكن فيما لو هذه البنود يعني لن نعمل بها، هذا الاتفاق أصبح خال الوصاف وأصبح خال المضمون بطبيعة الحال. أشكر. والإيراني ليس له مصلحة بإكمال هذا الاتفاق. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد غروي، الصحفي الإيراني من بيروت.